الخبر اول يا عدنا عن قمر طاي يا حبايب، وهل هي لبست الحجاب؟ فالقصة كلها صارت لما نزلت هذا الستوري كانت لابسه هذا الحجاب، ولكن طلعت ووضحت يا حبايب هذا الستوري وصارت تقول بي انه هي ملابسه الحجاب بس بالمتابعين اللي قاعدين يسولوها، ومجرد انه هي بايران ومحترمه القوانين انه هي لازم تلبس حجاب، لهذا هي لبسته. اكون احطكم الستوريات شوفوها. النقطه الثانيه هي انه بالنسبه للحجاب تقول لي ليش لابسه حجاب، ليش حاطه شعر على راسها، شنو احنا قانون بايران انه لازم نحط شال على راسنا من نطفه، يعني يجي قانونهم، فلهذا حاني حاطه شال يعني احتراما للقوانين، فيعني بس هذا السبب. وما جاي سالفه التجميل، بس حبيت اعرفكم على المركز انه خدماتهم كلش حلوه. روح علي لاحمد بربي يا حبايب ومرضى، فنزل شويه ستوريات قاعد يقول بيها انه هو سوى فحص مال الفيتامينات وطلع عنده نقص B12 اللي هو فيتامين يا حبايب يتاخذ من البيض والسمك واللحم. فللاسف يا حبايب يقول هو شويه حاليا تعبان، راح احطكم ستوريات شوفوها. صار انه رحت عملت فحص طبي للدم، فحص دم، وطلع عندي نقص حاد في B12، فهلا رايح اخذ ابره، عم بدور على مكان اخذ فيه ابره. انتقل حاليا لغيث مروان يا حبايب، تنزل شوية ستوريات تقول بيها وللاسف انه انصاب برجله بسبب انه هو كان يسوق يا حبايب، مثل ما شايفين راح احطكم اللقطه شوفوها. شوفوا انت كل ما تطلع سكوتر مسلك ما فيها شيء، ما فيها شيء. هاي اخرت المزح مع زياد. يا اخي لا تمزح معي هيك، والله عم تاذيني. بس دقيقه دقيقه، طب بس دقيقه تمزح، علم كيف تمزح، خلص ليك دقيقه. لا 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 لا، انت المرة اللي فاتت رجلك اليوم. روح حاليا يا حباب الامير الحسين، واتهى جملة عرضت له بعد ما نزلت شوية صور وفيديوهات ويا ولد. هذا ولد يا حبايب اللي صورت وياه هذه الصورة، وبنفس الوقت نزلت وياه هذا الفيديو، تنباعون على بعض ويبتسمون. واضح يا حبايب من الفيديو انه على المادة تحاول تبين انه بيناتهم علاقة او شيء رسمي. اكتبوا لنا حباب الكومنتات شو رايك. هذا خلى حباب اغلب الكومنتات انه ما يتهجموا عليها بالكومنتات السلبية، مثل ما شايفين يا حبايب انه بعد محمد عافك قمتي تصدقين ولد، وشنو هاي شاد تسويها والوقاحة ومن هالكلام. فكتبوا لنا حباب الكومنتات استحقت تهجم تعرضت له او لا. ننتقل حاليا ابو فلة يا حباب، وتنشر هذا الفيديو اللي كان باللبنانية تقول له ادز لك بنية تسليك. هذا خلى شوية كومنتات يا حباب بالتيك توك يسبون الاهل لبنان للاسف. اكيد يا حبايب بالنهاية بنية مت نقدر نوصف شعب لبنان كله بهذا الشكل يا حبايب. راح اعطيكم لقطه شوفوها. على الارض يعني، بس انا هلا بالباين بتطلع الفلير على لبنان برا. ما كانت بتسوى 10 دولار. الله يجعلها في ثواب. بدك شيء؟ ما ناقصك شيء. شكرا. بجيب لك ابعث لك حدا هيك يفليك. هو انا بطلع الشباب بصور. انا بعد زيك ضيوف الاعزاء. انا احلى ضيوف جوني، يا ليت يعني، يا ليت يا ليت صراحه معينه. لا لا زيك حدا شيء غير شكل. ما تعطل شيء غير شكل، والفولورز تبعها كلهم سعوديه بيعرفها بتدل حالها بيعرفها. ما بيكون عم وش الثاني يا حبايب، راح احطكم هذه اللقطه اللي وصول ابو فله 8 مليون دولار، ان شاء الله الف مبروك على هذه المبادره الطيبه. وهذا الرقم اللي وصلتوا له ما شاء الله رقم عظيم، وكوني واحد من عيال زايد حبيت اني اكون مساهم في هذه المبادره. شكرا. الله خير ربي يجعلكم حسناتك يا رب. وش راح تعمل؟ ليش جيت؟ خبرنا ليش جيت؟ حيسكتلكم لبنان. سهيلة سهيلة الآن شي صاحب مجموعة سيتي فلاش 100,000 درهم. الله يجعل في ميزان حسناتك. كفالة هذا الشخص صنعني شكرا. لا يا الله دعمه من برا مو تروح. لا دعمه ممكن حضر الغالي ممكن حضر الغالي يجعل في ميزان حسناتك. وجهك الغالي وجهك الغالي، هذا عمل عظيم. اخدم يا حبايب بالنسبه لي اسال اغنيه ريدر اللي هي اغنيه بغداد سيتي جديده. للاسف يا حبايب ريدر مسح الاغنيه، ولكن انا نزلت عليها رده فعل. اللي حاب نشوف الاغنيه رابط الوصف روح شوف رده فعل. وصل يا حبايب نوصل المقطع في طبق اللكات وبس. تنقل في زي مقابل مايك القصص. احبكم ومع السلامه.